بسم الله الرحمن الرحيم. ادي حبيبه قلبي الديك الرومي اهو، بسم الله ما شاء الله قدامنا اهو. لازم يتنقع على الاقل، ده في محلول نقع بعد 4 5 ساعات او 6 ساعات. تبقي عارفه ان انت هتعمليه بتنقعيه قبلها 4 5 ساعات. بص كل الزفاره اللي فيه، انا حاطه له كوبايه سكر، كوبايه ملح، كوبايه عصير ليمون، دي اللي هي ضرب الليمون ده، لان انا كنت حاطاه مغسول ونضيف طبعا وزي الفل اهو، بسم الله ما شاء الله. بس دي بقى الميه بتتغير لانها بتسحب الزفاره اللي فيه كلها. ماشي حبيبتي. بعد كده هناخده بقى وهنغسله، وادي الزور فتحيه طبعا عشان نطلع الزور مفتوح اهو ما شاء الله. هناخده دلوقتي بقى هنغسله تحت الحنفيه غسله كويسه، وبعد كده نكمله معانا.